بسم الله الرحمن الرحيم. أنا لاحظت إن كتير من العيانين بيبقوا حاسين إن الدكاترة عصبيين، خلقهم ضيق جدا، مش عايزين يسمعوا، ودي ملاحظة كررت سواء معايا أو مع غيري. وأنا حبيت أوضح الناحية التانية اللي أنتوا مش شايفينها. أنتوا شايفين بس إن الدكتور عصبي مش عايز يسمع، بيقاطع، لكن خليني أشرح لك. يعني عملية اتخاذ القرار أصعب 100 مرة من الجراحة نفسها، تحتاج تفكير طويل وتركيز شديد جدا، تبقى عملية مرهقة جدا جدا ذهنيا، وهي مسؤولية كبيرة جدا هيترتب عليها قرار. القرار ده ممكن يسبب لابنك ضرر كبير جدا أو يسبب له نفع. الحاجة التانية إن الطب صعب جدا، والتشخيص نفسه بيبقى صعب. احنا قدام خصم مراوغ وماكر، له 1000 صورة وألف شكل، وياما اتخدعنا في قراراتنا، وبالتالي لحظة التفكير واتخاذ القرار بتبقى لحظة مهمة جدا ومؤلمة جدا وحاسمة. عشان كده احنا بنحب دايما يكون الكلام دقيق إلى أقصى درجة، ويكون في صلب الموضوع إلى أقصى درجة. الملاحظات اللي أهل المريض بيبقوا عايزين يقولوها أو المريض نفسه، بعضها مفيد وبعضها تماما بعيد عن القصة، وبيسبب تشتيت للدكتور وبيعوقه عن الحصول على المعلومات اللي هو عايزها علشان يتخذ القرار. وبالتالي الملاحظات بتاعتك انت كمريض بتبقى ضارة ليك انت، لان انت بتشتت الدكتور وبتوهه بعيد عن الحاجات المهمة. هو عادة هيسألك على اسئلة اللي هتساعده على التشخيص، اما بالنسبة لك انت الملاحظات بتاعتك اللي انت مهتم قوي توصلها للدكتور، جزء كبير جدا منها ملوش قيمة، وجزء تاني بيشتت الدكتور ويتوهه بعيد عن التشخيص. انا دايما اقول للدكاتره الاصغر مني، النواب وكده، بعلمهم انه من كل 10 ملاحظات المريض واهله هيقولوها، 9 منهم ليس لها اي علاقه بالموضوع ولن تفيدك اطلاقا، بل هتشتت تركيزك وتضعف انتباهك وتصرفك بعيد عن الوصول للتشخيص. ولكن من كل 10 في واحده بس مهمه جدا جدا جدا، وممكن تقلب الموضوع تماما، وممكن التغافل عنها يبعدك تماما عن التشخيص. وبالتالي لازم الدكتور يستمع لل10 ملاحظات مع الأسف، يعني رغم المجهود الذهني الكبير اللي هيبذله، ويتم فلترتهم واحدة واحدة لغاية عشان ما يفوتش منه رقم 10 اللي هي أساسية ومهمة. وعلشان كده يعني أنا بعمل اللي بعمله، إنه أنا بنصح وبنصح زملائي الأصغر مني بكده، إنك أنت الأول في مرحلة التشخيص، غير مسموح إطلاقا بالكلام إلا بناء على الأسئلة اللي أنت هتوجهها للمريض. أنت اللي توجه الحوار وتتحكم فيه تماما، وتسأل على الحاجات اللي أنت بتدور عليها علشان الصورة تكتمل والتشخيص يبقى واضح. وبعد ما تفحص المريض والأشعة وتشرح للمريض وأهله القرار بتاعك، بعد كده هو يبقى عنده ملاحظات عايز يقولها، وحاسس إنه لو ما قالهاش التشخيص كله هيبوظ، والكلام ده غير صحيح إطلاقا. معظم الملاحظات الحقيقة بعيدة عننا جدا. فانت بعد ما بتخلص التشخيص وبتقول له القرار بتاعك، سيبه بقى يتكلم ويقول اللي هو عايزه، وتهتم بكل كلمه بيقولها برضه، لان بعضها بتبقى حاجات مهمه وممكن انك لو غفلت عنها التشخيص ما يوصلش. يبقى انت بعد ما تخلص وعمليه التشخيص اللي هي المرهقه جدا دي تخلص منها، سيبه بقى يتكلم، اسمع القرار بتاعه، معلوماته يعني، وبتبدا انت تفلترها، ده مهم ده مش مهم، ده مهم ده مش مهم. وعشان هو كمان يبقى مطمئن، هو فاكر ان المعلومه دي لو ما وصلتش ممكن ده ياثر على القرار. فهو ده الترتيب اللي بنعمله في العياده، ان انا الاول المريض بيقعد مع السكرتير بيقول له كل اللي عنده، وبعد كده بيدخل لي. اول ما يدخل ممنوع الكلام اطلاقا، هو يسمع بس، واساله اسئله دقيقه ومحدده، وعايز اجابه باه ولا، علشان انا زي الكمبيوتر باخد معلومات واطلع نتائج. بعد كده بفحصه وبراجع الاشعاعات، وبعد كده بقول القرار بتاعي في الحاله، نعمل ايه، اشعه، عمليه، ملوش علاج، وهلم جرى. وبعد ما نخلص ده كله يبدا هو بقى، افتح له الباب يتكلم زي ما هو عايز بحريه، واستمع ليه بصدر رحب، رغم ان الكلام الحقيقه كتير جدا منه، من عيني انا رحت لفلان وبعدين علان وبعدين خدت الدواء. كل الكلام ده يا جماعه ما بيفيدش، بيشتتنا بس على الفاضي. احنا ورانا مسؤوليه كبيره، ان احنا لما بجيب لي ابنك انا عندي مسؤوليه كبيره ان انا اوصل للتشخيص واساعده. فانا مش دوري اسمع كلامك، انا دوري اساعد ابنك بالطريقه اللي انا شايف انها تفيده. يبقى انا بس حبيت اوضح النقطه دي، وان شاء الله تبقى مفيده
سواء للمرضى او للاطباء التانيين. وانا بعمل كده مش مثلا عجرفه او كبر زي ما الناس بتكتب، انا بعمل كده لاني حريص جدا جدا على مصلحه المريض. مصلحه الطفل دي امانه في رقبتي، وانت لما جيت جبت لي ابنك اصبح امانه في رقبتي ان انا اعمله اقصى ما يمكن عشان اوصل بيه لادق تشخيص ممكن وما يبقاش فيه نسبه خطا في العلاج. فعلشان كده بالحرص ده هو اللي بيخليني حاد جدا وجاد جدا اثناء فتره التشخيص، لان المسؤوليه كبيره والامانه كبيره. ونتمنى ان شاء الله الشفاء لجميع اولادنا والتوفيق لكل الاطباء ان شاء الله. شكرا.